تحبك، وأهلا وسهلا كعادتك دائما تأتي لنا بالجديد، فماذا لديك اليوم؟ اهلا بيك يا دكتور، تحياتي ليك وكل مشاهدين قناه صدى البلد. الجديد النهارده النادي الاهلي مورانو من اليوم الثاني، المران الرابع. امبارح كانوا تدريبين صباحي ومسائي، والنهارده برضو تدريب صباحي ومسائي. الحمد لله ايمن اشرف بيواصل برنامجه التاهيلي وبيتمرن بالكوره، وسط تطمينات كبيره جدا من دكتور احمد ابو عبله حول الحاله الصحيه لايمن، وان شاء الله باذن الله يكون جاهز للمباراه، لكن يبقى قرار الدفع دي ومشاركته في المباراه بيد المستر موسيماني. تمام. يعني كده الاصابات الحمد لله، لعيبه الاهلي معظمها تعافى، ايمن اشرف يعني ممكن موسيماني يدفع بيه لو احتاج اليه، وممكن لو مش محتاج اليه يبقى مريحه عشان ضمان عدم تجدد الاصابه. طيب النهارده نعم، انت امبارح يمكن كنت سالتني عن الشناوي، نعم. كلمنا النهارده الدكتور احمد ابو عبده الحقيقه، وطمنا وقال انهم تلقوا تقرير طبي من الجهاز الطبي لمنتخب مصر. اللاعب اجرى اشعه رنين مغناطيسي، والحمد لله في حاله كويسه بدنيه وصحيه، وان شاء الله يكون جاهز للمشاركه في المباراه بنسبه 100%، ما فيش اي مشكله. حتى النهارده ريح الشناوي وبقيه اللعيبه المنتخب الدوليين ما عدا ايمن اشرف طبعا، لانه ما كانش مريح. مستر موسيماني شاف ان اللعيبه لعبت 120 دقيقه في مباراه قطر وتعبت كده، فقال لهم خدوا راحتكم، انزلوا المولات، اتسوقوا، اعملوا شوبينج، غيروا جو. فالحقيقه اللعيبه خرجت، حمدي فتحي وشريف وعمرو السوليه، وقابلوا الجمهور وكانوا بيتصوروا معاهم، وكان في طبعا اريحيه شويه، بداوا يكسروا بقى حاجز النفس شويه بعد الخساره امام قطر، لان اللعيبه كانت زعلانه جدا وكان حالتهم النفسيه شويه متاثره، كانوا عايزين يسعدوا الجمهور، لكن وعدوا ان شاء الله ان السوبر الافريقي يكون تعويض مش بس للجمهور الاهلي ولكن لجمهور الكره المصريه، كون النادي الاهلي طبعا بيدافع عن سمعه الكره المصريه امام فريق عريق، فريق ليه تاريخه، نادي الرجاء البيضاوي المرقب بالعالمي. باذن الله ان شاء الله الكل يكون في الموعد ويعملوا مباراه كبيره تشرف الكره المصريه ان شاء الله. طيب عاوز اسالك برضو عن الصحافه القطريه، وكيف تنظر لهذه المباراه، وكيف تفرد لها بعض المساحات، لانها مباراه كبيره، قاره افريقيه تلعب كأس السوبر على أرض آسيوية، بكل تأكيد أرض عربية في المقام الأول والأخير. بالتأكيد طبعا الصحافة القطرية مطمئنة، قصدي مهتمة بالمباراة، خصوصا ان دي هتكون النسخة الأخيرة اللي هتستضيف فيها قطر بطولة كأس السوبر بعد ثلاث أو أربع نسخ تقريبا. الحقيقة يمكن الاهتمام ان المباراة كمان هتقام على ملعب مونديالي، استاد أحمد بن علي في منطقة الريان، وده أحد الاستادات اللي هتستضيف مباريات في بطولة كأس العالم. المباراة طبعا ترقب كبير ليها في الشارع الرياضي العربي بالكامل، مش الشارع القطري بس، خصوصا في ظل شعبية الناديين الكبيرة، والكل شاف جمهور الأهلي والمشهد الجميل اللي عمله في استقبال الفريق في مطار الدوحة. فيعني المباراة بتحظى بأهمية واهتمام كبير. طيب يعني التذاكر نفذت كلها ولا لسه في أزمة فيها؟ لا ما فيش أزمة، بالعكس ولا حاجة، شغالين على التذاكر، واقبال كبير جدا من جماهير النادي الاهلي ورابطه الاهلي في الدوحه الحقيقه، برئاسه المستشار حسام ابو العيله والكابتن محمد سمير سيمو وكل الشباب الحقيقه بيبذلوا قصارى جهدهم وبيوصلوا العمل ليل بالنهار الحقيقه، على طول على تواصل معاهم حد الساعات الاولى من الفجر على مدار ال 24 ساعه، بيحاولوا ان كل الناس توصلها تذاكر، ما يحصلش اللي حصل في مباراه تونس. والاهلي طبعا الاهلي حضرتك عارف يعني الاهلي قوي، والاهلي اسمه كبير، والاهلي اداره الاهلي طبعا الكابتن محمود الخطيب واداره الاهلي على تواصل دايما مع الرابطه ومع الجماهير، غير اللي كان حاصل خالص في مباراه المنتخب، كان الجاليه والجمهور الجاليه بيغرد خارج السرب بمفرده ومفيش اي دعم، مفيش اي مسانده، فحصلت الازمه الحقيقه في مباراه تونس الشكل الغريب اللي ما كناش نتمناه الحقيقه بغياب الجمهور المصري، رغم ان كان الكل عايز يكون حاضر والكل عايز موجود ويساند، لكن للاسف ما حصلناش تذاكر، فكان المشهد اللي شفتوه. طيب يعني مش هفوت الفرصه وانت معايا، وكنت متابع جيد لمنتخبنا في كاس العرب بقطر، النهارده كانت القائمه الاوليه ل 40 لاعب انضموا للمنتخب قبل تصفيتهم في القائمة النهائية. كانوا قاد رياضيين متواجدين على أرض عربية، وشفتوا المنتخب في كل مباراته السابقة، وماذا
أو كيف تفاعلتم مع القائمة التي تم اختيارها من قبل كروش؟ هل هناك بعض الأسماء التي كانت تستحق الانضمام؟ هل هناك بعض الأسماء التي ضمت ولم تكن في هذه المرحلة أولى بالانضمام؟ وهل لاعبي النادي الأهلي تكلموا في هذا الشأن ولا لا؟ هو طبعا الحقيقه احنا كنا بنتمنى ان طارق حامد يكون موجود. طارق لعيب مميز ولعيب وجوده مهم جدا في خط الوسط، لكن مش هنقدر نقول ان احنا غير ان احنا نحترم قرارات الجهاز الفني، هو اللي يتحمل المسؤوليه. اي فشل طبعا مش هيكون فيه تهاون، لان الجمهور المصري دايما عايز يشوف المنتخب المصري منافس، عايز يشوف المنتخب في افضل صوره ممكنه. كنا طبعا الطموح كبر جدا وزاد في بطوله كاس العرب، لكن للاسف فنشنا رابع وده ما كانش يتوافق مع الطموحات. لكن احنا بنقول لمستر كروش الامال كبيره وموضوعه، وكلنا بنتمنى ان منتخبنا يكون في افضل صوره. ف يعني نقول نساند المرحله اللي جايه ونامل ان شاء الله في الافضل باي 11 او اي 40 او اي قائمه تكون موجوده، الكل يكون على قدر المسؤوليه، لان زي ما قلت لحضرتك الطموحات والامال كبيره في المنتخب المصري انه يستعيد بريقه مره اخرى ويستعيد الصوره الجميله اللي كان عليها في الصوره. اشكرك شكرا جزيلا نقيبنا الرياضي من العاصمه القطريه دوحه الزميل محمد الغزار، شكرا جزيلا، حطينا في اخبار النادي الاهلي.